السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد على قناتكم رفيق تي في. كما كنعرفوا هناك العديد من المدن مع الأسف فيضانات وانهيارات، لكن توصلنا اليوم بخبر كنتأسفوا لا حول ولا قوة إلا بالعظيم، حيث عثرت عناصر الوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية يوم السبت عصرا 9 يناير 2021 جثمان مفقود كان بالسيارة التي جرى فيها واد صياد بين مدينة كلميم وجامعة أسرير مع العصر. وللأسف مازال جوج ضحايا مازال ملقاوهم، وحسب نفس المصادر لا يزال البحث عن مفقودي ضحايا واد سيول بكلميم، والعديد مع الأسف كيرجح باللي هاد الضحايا توفاو، وكنتمناو يلقاوهم في أقرب آجل باش يرجعوهم لعائلتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ما تبخلوش علينا بزر الإعجاب والإشتراك بالقناة، وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء، والسلام عليكم، تشوفوا فيديو جديد إن شاء الله.